بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد العملية النوعية التي قمنا بها نحن كتيبة عثمان بن عفان التابع للواء الفتح وكتيبة الشهيد عبد العليم حمود التابع للواء الفتح وكتائب التابعة للواء التوحيد المجاهدين الأبطال، قمنا ليلا بتفجير جسر الواقع بين جسر معمل التشمنتو وجسر راموسة من أجل إقطاع الإمدادات عن النظام الأسدي وعصاباته المرتزقة، ومن أجل ذلك جن جنون النظام وأرسل بتعزيزات إلى حي الشيخ سعيد وحاول اقتحام الحي. وقمنا نحن كتيبة عثمان بن عفان التابع للواء الفتح وكتيبة الشهيد عبد العليم حمود بقيادة أبو الدين بالتصدي لهم، وأزرتنا المجموعات المجاهدة من جميع الجهات، وبفضل الله تعالى عز وجل قمنا بإصابات مباشرة بينهم وقاموا بقصفنا بالبرذئمات والدبابات، والحمد لله رب العالمين ليس عندنا ولا جريح، والحمد لله أوقعنا بهم إصابات مؤكدة بصفوفهم وانسحبوا إلى مواقعهم وارتدوا إلى الصفوف الخلفية، ونحن بإذن الله تعالى الآن على جبهة الشيخ سعيد محاصرين لجماعة النظام الخنازير الزناديق، وهم الآن بحصار شديد هم وشبيحة بيت ميدو بحي الشيخ سعيد. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.